بكم من جديد. استُرفت في الكويت فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق بافتتاح المركز الإعلامي للمؤتمر. ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال مؤتمر صحفي حضرته الرشيد جميع دول العالم للوقوف مع العراق لإعادة إعماره. إنه لمن دواعي سرورنا استضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، وكذلك الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش يوم 13 فبراير. إن انعقاد هذين المؤتمرين يأتي ترجمة لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالعمل على دعم العراق الشقيق من خلال دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للاجتماع في الكويت لدعم الأشقاء في العراق، ويأتي كذلك انسجاماً واتساقاً مع الموقف المبدئي والثابت لدولة الكويت بالوقوف إلى جانب العراق الشقيق. وفي هذه المناسبة أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى العراق الشقيق على الانتصارات التي حققها وتحرير أراضيه من براثن قبضة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي يمثل خطراً ليس فقط على العراق والمنطقة بل على العالم بأسره.